بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. المزمور 119. المزمور 119 هو أطول مزمور في كل المزامير 150، بل هو أطول إصحاح في الكتاب المقدس. إذا كان كل مزمور ممكن نعتبره إصحاح، فالمزمور 119 هو أطول إصحاح في الكتاب المقدس، متكون من 22 قطعة مترتبين على حسب الحروف الأبجدية العبرية، يعني كل قطعة بتبتدي بحرف من حروف الأبجدية العبرية اللي بالغ عددها 22 بالترتيب، يعني كأن أول قطعة بادية بالألف، تاني قطعة بادية بالب، وهكذا بس بالعبري. كل قطعة عبارة عن 8 آيات، وهم 22 قطعة، يعني الإجمالي 176 آية. المزمور كله بكل القطع اللي فيه ليه عنوان واحد بس، كلمة الله وعظمتها، عظمة كلمة ربنا. غالبا اللي كتب المزمور هو داود النبي، وغالبا كتبها وهو لسه صغير أيام ما كان بيرعى الغنم وماسك القيثارة وقاعد بيسبح وفرحان بربنا وبكلمته الغنية. يقعد يردد آيات من العهد القديم ويقول تراتيل ومزامير، فقد كده هو فرحان بوصية ربنا فحولها لشعر طويل بيتغزل في كلمة ربنا وعظمتها، لدرجة إن 176 آية لا تخلو آية إلا وفيها كلمة من كلمات اللي بتشير لوصية ربنا أو كلمة ربنا. يعني مثلا مرة يقول كلماتك يا رب، مرة يقول وصاياك، مرة يقول ناموسك، أقوالك، أحكامك، حقوقك، شهاداتك، طرقك، فرائضك، عجائبك. دول 10 مفردات مختلفة اتقالوا عشان داود يعبر عن كلمة ربنا. كل آية لو مسكت كل آية لوحدها هتلاقي فيها لازم كلمة من دول، يعني مش عارف يعدي ولا آية واحدة من غير ما يذكر كلمة ربنا ويتأمل ويتغزل فيها. إلا آيتين بس اللي مفهومش كلمة ربنا بوضوح، هي الآية رقم 122 و132. غير كده بقيت الآيات كلها، يعني 174 آية اللي فاضلين، كلهم فيهم لازم مفردة من مفردات كلمة ربنا. قد كده كلمة ربنا غنية وجميلة، وقد كده داود كان بيستمتع بيها، وعشان كده كان قلبه نقي، لأن كلمة ربنا بتنقي القلب. أنتم أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. اللي يقول كلام ربنا كتير قلبه ينضف. الكنيسة كمان بتحب المزمور ده جدا، وبنصليه في نص الليل في الخدمة الأولى علشان نهيئ نفسنا إن إحنا ننام وإحنا جوانا كلمة ربنا عمالين بنلهج بيها، حتى وإحنا نايمين كلمة ربنا شغالة تحفظنا وتنقينا وتنقي أفكارنا. من أجل إن المزمور طويل جدا، إحنا هنكتفي بقطعة واحدة منهم ناخدها ونقولها بالطريقة العامية، وبعد كده نقول عليها قصة، وحضراتكم تقروا بقى بقية 21 قطعة اللي فاضلين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. المزمور 119 والقطعة التالتة. احسن يا رب لعبدك داود، علشان أحيا ما ورايش غير أني أحفظ أوامرك. اكشف يا رب عن عيني عشان أشوف عجائب من ورا وصاياك وشريعتك. أنا يا رب إنسان غريب في الأرض، مليش غير كلمتك، فما تخفيش عني وصاياك. أنا يا رب بنصحك كل يوم قدامك عشان تظهر لي أحكامك في كل حين. كل الناس اللي حادوا عن وصاياك أنا انطهرتهم وما خلتهمش حواليا. أنت كمان يا رب زي ما أنا مشيت من حواليا الناس الأشرار اللي ما بيحفظوش وصاياك، أنت كمان يا رب دحرج عني أي عار وإهانة وبعدوا عني، لأني أنا بحب شريعتك وشهادتك. في ناس بيتأمروا عليا ورؤساء كبار بيحاولوا يضطهدوني، لكن أنا عبدك ما ورايش غير أني أناجي بفرائضك وأقعد أتغنى بناموسك ووصاياك. وده يا رب لأن كلامك جميل، هو لذتي، هو مشورتي، ده هو أهلي اللي باخد رأيهم وبتعلم منهم. كلمتك يا رب غالي عليا جدا. من الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. داود النبي في المزمور ده بيقول قد إيه هو مشتاق
إن ربنا يكشف عن عينيه عشان يشوف عجائب من الكتاب المقدس ومن وصايا ربنا وشهاداته وأحكامه. ده يشبه قصة عجيبة حصلت في قنا، حكاها واحد من الآباء المعاصرين المحبوبين. قال: أنا عاصرت الحكاية دي بنفسي. أنا كنت طفل صغير في إعدادي، وكنت في قنا وبحضر في كنيسة في قنا اسمها كنيسة العذراء، وبعد القداس كنت بشوف واحد اسمه عم وهيب قاعد على باب الكنيسة بعد القداس والتناول وكله، يقعد يشرب كوباية الشاي على ترابيزة كده قدام الكنيسة، واحنا كلنا عارفينه راجل بركة وبنشوفه واحنا خارجين من الكنيسة. وفي يوم من الأيام وانا خارج من الكنيسة لقيته بيقرأ الجورنال وبيشرب كوباية الشاي، بس لما بصيت ودققت لقيته ماسك الجورنال بالعكس. فروحت له بسرعة وانا بضحك وقلت له: يا عم وهيب انت ماسك الجورنال بالعكس، اعدله يا عم وهيب، انت ما بتعرفش تقرا ولا ايه؟ قام عم وهيب قال له: اختشي يا ابني بس، خلاص ماشي خلاص هعدله اهو. طبعا الولد ضحك، اللي هو بعد كده بقى ابونا اللي بيحكي الحكاية، وساب عم وهيب ومشي. يقول: انا افاجأ ان بعد فترة وانا بحضر قداس كان عم وهيب ده بيحضر معانا القداس وواقف شماس، وفوجئت ان ابونا وقت القراءات راح مميل على عم وهيب وقال له: قوم اقرأ الإنجيل يا عم وهيب. وعم وهيب قال له: حاضر يا بونا. طبعا أنا ببص وسامع وأقول: إيه اللي بيحصل ده؟ يعني إيه يروح يقرأ الإنجيل؟ هو بونا ما يعرفش إنه ما بيعرفش يقرأ؟ وبعدين إزاي عم وهيب يقول له حاضر؟ هو كان بيضحك عليا ولا للدرجات بيكابر ومش عايز يقول لأبونا إنه ما بيعرفش يقرأ؟ أما أشوفه هيعمل إيه. وراح عم وهيب الشماس ناحية الإنجيل، ووقت القراءات كل الكنيسة ساكتة وبتسمع، ووقف عم وهيب على المنجلية وابتدى يقرأ الإنجيل بالتشكيل وصح جدا من غير ولا غلطة. طبعا الولد اللي في إعدادي بعد ما عم وهيب خلص والقداس كله خلص راح جري على عم وهيب وقال له: أنا زعلان منك. قال له: ليه يا حبيبي؟ قال له: يعني اكمني، أنا عيل صغير قلتلي إنك ما بتعرفش تقرأ عشان تهزر معايا وانت بتقرا احسن من اي شماس؟ قام عم وهيب قال له: طب تعالى يا ابني انا هحكي لك حكايه، وده ليك انت ما تقولهاش لحد، دي سر. قال له: ايه يا عم وهيب؟ قال له: بص يا ابني، وانا صغير خالص ابويا قال لنا مفيش داعي للعلام، المهم تهتموا بالغيط وبالزراعه وده الاهم عشان اكل العيش، وما دخلتش مدارس، لكن كنت بحضر القداس وبلاقي الشماس لما يقف يقول الإنجيل أو يقرأ القرايات بتاعة الكتاب المقدس كنت لاقي الكلام حلو قوي وبينخص في قلبي كلام جميل، وأروح البيت أمسك الإنجيل في إيديا أقول: يا عيني عليا، مش عارف أقرأ ولا كلمة، أنا نفسي أعرف إيه اللي مكتوب ده عشان أستمتع بيه زي ما كنت بستمتع بيه في القداس. معقولة كل ما عاوز أقرأ هروح لحد عشان يقريني؟ وقعدت يا ابني أصلي حوالي من 3 لـ4 شهور بالدموع وأقول له: يا رب من فضلك اكشف عن عيني عشان أرى شريعتك وكلامك. والحقيقة يا ابني ربنا استجاب، وبقيت بفتح الإنجيل وأقراه، وأنا ما بعرفش أقرأ ولا أكتب أصلا، ومعرفش أقرأ أي كتاب تاني، أنا معرفش أقرأ غير الإنجيل بس. يعني لو جبتلي الجورنال أنا معرفش أقرأه فعلا، لكن الإنجيل أقراه وكأني متعلم قراية. ما تسألنيش ازاي. استعجب الولد من قوة ربنا ونعمته، وكبر وبقى أبونا، وفي مرة في وعظة بيقول الحكاية دي عن عم وهيب، واحدة من اللي قاعدين في الوعظة رفعت ايديها وقالت له: على فكرة يا أبونا أنا بنت عم وهيب ده. وفعلا القصة اللي قدسك بتقولها حقيقية، بس ممكن أضيف لك حاجة؟ أبونا قال لها: خير. قالت له: أبويا عم وهيب لما كان فعلا بيقرا الانجيل ومعرفش يقرا اي حاجه تانية، اضيف لقدسك انه لما كان يقف عند ايه صعبه حتى من كتابات بولس الرسول او الايات اللي مش مفهومه بسهوله، كان هو يقف يصلي ويطلب من ربنا انه يشرحها له ويفهمه معناها، ويقعدنا كلنا حواليه يقرا لنا الايات ويشرحها لنا كمان. يبقوا اللي قاعدين لو وقفوا في ايه صعبه يسالوا عن مهيب، وعم وهيب يشرح الآية بعد ما يكون يقراها، وهو في الأصل لا بيقرأ ولا بيكتب ولا تعلم في مدارس.
ما أعجب أحكامك يا رب، اكشف عن عيني فأرى عجائب من شريعتك. غريب أنا في الأرض فلا تخفي عني وصاياك.